يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض عجينه التارت. عندي هون نص الكاسه من السكر، سكر فيكم تزيدوه شويه صغيره او تقللوه، لانه نحن هلا رح نزينها كمان، ممكن نزينها بشغلات فيها سكر، فانتم هذا حسب ذوقكم. عندي قالب واحد من الزبده تقريبا، هذا القالب 200 جرام، انا مقطعته هيك لسهوله الخفق. كمان هون عندي حبتين من البيض، كمان خفقتهم شوي بالشوكه لحتى يسهل علي الخفق، لانه ما حاستخدم خفاقه. عندي الطحين حسب حاجة هلا العجينه، رح نشوف. انا هون مجهزه كاستين وبنشوف قد ايه بدنا نحتاج. ظرف واحد من الفانيلا ورشه ملح، هي هي كل المكونات. هلا رح نبلش شغل مع بعض. انا حطيت الزبده لحتى اخفقهم، رح احط كمان فوقهم البيض والسكر. فيكم تخفقون بالخفاقه الكهربائيه، ورح احط رشه الملح، وانا رح اخفقهم اليوم بالايد بهالشكل هذا لحتى يصيروا سائل. رح ضيف كمان الفانيلا، فيكم تحطوا برش ليمون اذا او برتقان اذا ما عندكم فانيلا، بس نحن مشان حتى نتخلص من زفرة البيض. بعد ما انتهيت من خفقهم هلا رح احط الطحين شوي شوي وخلطهم لحتى تصير عندي عجينه. ما بدنا اياها تكون ناشفه، لازم العجينه تكون طريه شوي. انا استخدمت كاسين طحين كاملين، بس شايفين العجينه لسه عندي شوي طريه، رح اضيف عليها كمان معلقتين من الطحين وبرجيكم بعدين القوام كيف رح يصير. هذا القوام كافي هلا للعجينه، شايفين كيف قوامها بتكون رطبه هيك هي شوي. هلا لانه نحن رح نحطها بالبراد نشتغل فيها، ولما بدنا نفردها بدنا نستخدم شويه طحين، فما بدي اياها تكون كثير ناشفه. رح نحط العجينه على كيس ونضبها نخليها شوي تقريبا شي ساعه، فيكم تخلوها لثاني يوم كمان امتى ما بدكم تشتغلوا فيها. بنخليها هلا شي نص ساعه او ساعه بالبراد لحتى نشوفها بردت تماما، وبعدين بنشتغل فيها. عاملها بهالشكل هذا بس لحتى سهل علي وقت بدي طالعه واشتغل فيها. هلا طالعت العجينه من البراد، رح تلاقوها طبعا جامده يعني قاسيه بدها تكون. رح نحاول هلا نفتحها، اما بنحطها بين طبقتين من ورق الزبده او بنرش شوي صغيره من الطحين على الطاوله وبنشتغل. ما تكتروا طحين اذا بدكم تشتغلوا لانه ما بدنا اياها تنشف. انا رح احطها هلا هيك بين ورقتين وافتحها. هلا من بعد ما فردتها كلها كامله بهالشكل هذا بدي احطها انا بالقالب. انا مجهزه هذا القالب. هلا في انواع هذا ما بكتير بيلزق، ممكن تحطوا له شويه زبده او زيت وترشوا عليه طحين. انا حطيت بس شويه سمنه هون لحتى ما يلزق معي. رح ناخذوا هذا هلا قيم هاي الطبقه بنحطها. المفروض تكون هلا ارجيكم بس شغله، مفروض هذا انتوا وقت كنت تقيسوا تقيسوا على القطر الكبير، على هذا بدنا نقيس هيك، لازم يكون اكبر من القاعده لحتى
بدنا نحن نحطها مع على الحواف كمان، فلهيك لازم تكون اكبر شوي. زادت عندي انا عملتها كمان نفس الشيء بهالطريقه، باخذها هيك وبحطها بهدول. اذا عندكم من هدول القوالب الصغار كمان فيكم تحطوها، نفس الشيء نضغط عليها بالشكل هذا بيطلعوا عنا قوالب صغيره. هلا قبل ما ندخله على الفرن رح نعمل فيه بالشوكه هيك شوي ثقوب حتى ما ينفخ معنا هالشكل، حتى على الاطراف ممكن نعمل هيك شوي هالشكل هذا. بدخله على فرن درجه حراره 160 او 170، يعني بتكون اقل من الوسط بشوي. بنخليه من تحت لحتى يستوي بعدين، او تلاقوا تحمر شوي بعدين بنرفعه بنشعل عليه من فوق. خليه بالوسط، هو بالرف الوسط، بعدين بنشعل عليه من فوق. نفس الشيء رح اعمل مع هدول اللي بهالشكل هذا اللي قبل شوي ساويتهم، وهلا بس طلعتهم من الفرن بنشوف كيف شكلهم. لتجهيز الطبقه اللي بدنا نزين فيها التارت، بس رح ارجيكم انا التارت صرت مطالعته صار بهالشكل هذا. هلا رح اتركه انا على جنب لبين ما يبرد، نحن رح نجهز هاي الطبقه. حاطه هون كاستين انا من الحليب، رح احط عليهم معلقتين من النشا، طبعا كله هذا على البارد، ورح احط كاكاو وسكر قد ما بدكم انتم. انا رح احط نص الكاسه لانه هذا فيه كاكاو بيعطي بيكون مر شوي. هلا ليش انا قلت لكم بالتارت لا تكتروا كمان سكر؟ لانه نحن عم نحط سكر، يعني طول ما نحن عم نشتغل في مكونات ثانيه فيها سكر. بخلطهم منيح وبرفعهم على النار. بعد ما تقل عندي المزيج رح احطه اسكبه فوق التارت. هاي العمليه بتعملوها قبل ما بتقدموا التارت بشي ساعتين لحتى تبرد عنا هاي الطبقه. هزه هيك شوي. هلا بتركوا هذا لحتى يبرد وبعدين بقول لكم كيف رح نزينه كمان. بعد ما برد عنا التارت رح ناخذ هلا السكين بس نحدد هيك شوي، ما يعني نقصه للاخير، بس لحتى اعرف كيف بدي زينه انا. انا مجهزه هون كريمه الحلواني اللي او بيسموها كمان كريمه الكستر، رح ان شاء الله بعملها فيديو بتشوفوها كيف رح زين فيها هلا هي. فانا مشان حتى ما اخذ كل القطعه رح احط شوي شوي على الاطراف هيك بهالشكل هذا. انتم اذا عندكم كريمه اي نوع كريمه بيصير. هاد شكله النهائي لطبقنا لليوم. طبعا هاي الكريمه هي نفسها اللي نحشي فيها نحن الكلير، ان شاء الله بدي اعملها فيديو وتشوفوها كيف. رح نقص قطعه تشوفوها، هذا هو قوامها شايفين كيف. بتمنى يكون عجبكم شغلنا لليوم. اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.